مجموعة فنون مصر للإنتاج والتوزيع تقدم. صورت الناس اللي حطت القنبله في عربيه زحل. بابي قال للمباحث ان الكاميرا بايظه وما صورتش حاجه. بابي
شكرا يا حنان، انتوا جيتوا. استاذ طاهر قبل ما يكلمني كان في الدار تقريبا، كان بيظبط الفيديو اللي كان هيديهولي. انا محتاجه اروح الدار بكره ضروري. انت عاوزه ايه؟ عايزه المناقصات اللي اتقدمت من الشركات كلها. الراجل ده عايزك تراقبه لي يا صالح. انا ممكن اعرف لك كل حاجه عنه. انا هاخد 150,000. حلو، يبقى لازم هنتقابل قريب. يحيى مش هيشاركك، انت عارف كده كويس. مفيش حاجه بتتعمل بالسهل يا باشا. هي غدا مضايقاكي في حاجه؟ مش عارفه، انا اللي مش مظبوطه ولا هي اللي غريبه؟ انت اللي طلبت تمسك القضيه دي من الاول. عارفه يعني واحد مراته وابنه يموتوا قدام عينيه؟ صدقني هاخد طارق. قتل طاهر ده عقد الدنيا وخلى يحيى يشك ان في حد في الداخليه بيسرب معلومات. شك فيك؟ لا خالص، هو فاهم ان انا ماسك القضيه دي عشانه. الحقني يا يحيى، في حد واقف عند باب اوضتي. ما تخافيش يا سلمى، انا جايلك في السكه. بسرعه طيب بسرعه. يحيى! سلمى! سلمى! مين اللي بعتك؟ ما كنتش عايز أذي حد، ما كنتش عايز أعمل كده. اتأخرت عليكي؟ لا خالص، اركب. وماله اركب؟ كان ممكن نقعد يعني قاعدة لذيذة في مكان لذيذ زي المرة اللي فاتت. الموضوع مش مستاهل يا مندوح، اتفضل. ما كانش فيه داعي يعني تدخلي المدام بتاعتي في موضوعنا. أنا آسف، كنت محتاجة أضغط عليك، أعذرني. وضغطتي؟ عد؟ براحتك. عيب يا مدام نهد، مش انت اللي تعد وراكي. ياه، مين يصدق ان التلات رزم دول 75,000 جنيه؟ الورق موتين دي خسفت ببركة الفلوس الارض. فين ايام الورق 20؟ كان ال 75,000 جنيه دول، التلات رزم دول يتشالوا في شنط. طب هقولك، فين ايام الجنيه والربع جنيه والبريزة؟ انت واضح ان انت فاضي، وانا للاسف عندي اجتماع مهم. مره نكون فاضيين ونشوف موضوع البريزه دي راحت فين. اوكي. قدامك قد ايه وتجهز الورق؟ اسون اس بوسيبل. قدامك يومين بالكتير يا ممدوح. اوكي اي ترى يا حاول.
هشوفك كمان في الليل ان شاء الله. انا اول ما صرخت ماما جت جري علينا فضربها على راسها بالمسدس، ولما حاولت اهرب وقعني في الارض وكان بيحاول يخنقني. ده الوقت اللي ظهر فيه يحيى. انت متاكده لما دخل الاوضه ما راحش ناحيه الدولاب خالص؟ هو اول ما دخل الاوضه راح ناحيه اللابتوب على طول، فساعتها شافني وانا مستخبيه وتهجم عليا. ما كانش في اي حاجه في جيوبه غير محفظته بتاعته. مش فاهمه حاجه خالص، هو ايه اللي بيحصل لنا بالظبط؟ انا عايزكم تتحروا على الواد ده باسرع وقت ممكن. هتلاقوه مسجل، الواد ده قلبه ميت، مفكرش لحظة قبل ما يضرب عليها نار. هو في مشكلة يا فندم، إن دي دلوقتي بقت جريمة قتل واللي متورط فيها الباشمهندس يحيى، وهو يعني صاحب الفيلا. يا حسين، باشمهندس يحيى جرب طبيعي يوصل أول واحد، وكان دفاع عن النفس. نفسي تبقى شاطر في شغلك كده زي ما أنت شاطر في القانون. قصدك إيه يا فندم؟ قصدي إيه في إيه؟ فين الحراسة اللي على الفيلا؟ فين المخبرين اللي في المنطقة؟ مش كان في جريمة قتل هنا من كام يوم؟ يا فندم المخبرين مترشقين في كل حتة، بس طبيعة المنطقة مفتوحة، عشان كده المخبرين مش عارفين يتحركوا براحتهم، وبعدين الحرام استغل ده ودخل من ظهر الفيلا. يا فرحتي. اللي أنا مش فاهمه، اللي بعته ده بعته تاني ليه؟ علشان يلاقي اللي ما عرفش يلاقيه أول مرة. قصدك اللي قتل الأستاذ طارق كان عايز فيديوهاته وما لقاهاش. بس الواد ده ما كانش واحد من الاثنين اللي شفتهم المرة اللي فاتت. دي مجموعة بتبدل علينا. مين البني آدم اللي عنده الإمكانيات دي كلها؟ مش ده المهم دلوقتي. المهم إن الكاميرا والماتيريال ما خرجتش بره الفيلا. بالظبط. مفيش في الفيلا غير اللابتوب بتاعي، وأنا متأكدة وعارفة إن معليهوش حاجة. ممكن يكون خد الماتيريال وحطه على فلاشة وشالها في أي مكان هنا في الفيلا. مدام كوثر تسمح لنا نفتش الفيلا. إذن النيابة هيطلع بكرة الصبح بكتير، والوقت مش في صالحنا. فلو خليتنا نفتش بشكل ودي ده هيكون كويس، لأن المجموعة اللي بنوديها بتتحرك بشكل أسرع. لو سمحتي. ماشي، مفيش مشكلة يا فندم. يلا يا حسين، الأدلة الجنائية تيجي بسرعة، عايزين نفتشوا الفيلا حتة حتة. يلا. تحت أمرك يا فندم. يعني طنط سلمى وطنط كوثر كويسين؟ بجد يا بوبي؟ طيب. طب انت هترجع امتى؟ هتتأخر ليه؟ انت مش قلت ان هما كويسين؟ يبقى في حاجة حصلت. طب هاتها. ايوه يا طنط سلمى. ايوه انا كويسة، انتوا اللي كويسين؟ بجد؟ ايوه يا بوبي، انا مش هنام غير لما ترجع. باي. بيقولوا انهم كويسين. بس هيتأخر عشان التحقيقات، أنا خايفة قوي يا غادة. أيتن حبيبتي ما تخافيش، إحنا متأمنين كويس قوي، وبعدين يحيى ما تخافش عليه. مين؟ لا يا حبيبتي، ده صحباتي بيكلموني بالليل دايما متأخر، يعني متعودين على كده. يلا بقى خشي نامي وارتاحي. يلا. أنا مش هنام غير لما بابي يرجع. أيتن مش هينفع، بابي ممكن يرجع وش الصبح، وبعدين أنت عارفة إن التحقيقات بتطول. هيستفاد ايه بقى لما يرجع يلاقيكي سهرانه وتعبانه؟ الخضه اللي انت اتخضيتيها دي محتاجه ان انت ترتاحي. يلا خشي نام. ازيك، اخبارك ايه؟ أنا تمام الحمد لله. لا أبداً معرفتش بس أكلمك طول اليوم عشان كان معايا ناس في البيت. ما أنت عارف متعودة أبقى لوحدي. أيوة يا جدو، صحتك من النوم؟ أنا متضايقة قوي يا جدو. معلش معلش، بس أنت لازم تستحملي يا أيتن. أنا معاك يا حبيبتي إن غدا أخلاقها غريبة شوية، بس هتاخدي عليها مع الوقت صدقيني. ويحيى فين؟ ياه، كل ده حصل؟ هو عامل ايه دلوقتي؟ طيب الحمد لله. انا عايزك تسمعي كلام غادة باستمرار وتريحي نفسك. ماشي يا حبيبتي؟
طيب يا حبيبي جده. يلا لا اله الا الله. معلش يا ابني بس دي كان مكالمة تليفون مهمة قوي كان لازم ارد عليها. براحتك يا باشا. اتفضل. ده جواز السفر بتاع سعادتك وجواه التأشيرة وتذاكر الطيران درجة أولى. طيب. عظيم جدا بس ده معناه انكم لازم تدفعوا الفلوس قبل السفر. أكيد طبعا. ده احنا اللي حجزنا لك بنفسنا عشان نريحك ومحددين كمان الميعاد عشان ندفع لك الفلوس قبل السفر. عظيم جدا. لما نشوف. ما تأمرنيش بأي حاجة تانية يا باشا؟ ثانية واحدة. امسك دول. مالوش لزوم والله يا باشا. ما تكسفنيش بقى يا أمال، امسكهم. شكرا لك جدا. ماشي يا باشا، متشكرين جدا. ماشي مع السلامة. مع السلامة. ها، لقيتوا حاجة؟ أدينا بنفتش، مش هنسيب حتة غير لما ندور فيها. وصلنا الملف الواد اللي اقتحم الفيلا النهارده. كويس. انا كمان خليت حد يفر الملف ويبلغني بالتليفون باي تفاصيل مهمه. بس في حاجه لفتت نظري يا باشا. الواد اسمه ربيع حامد. الواد ده كان مسجل اقتحام وسرقه جوال. اخر مره خرج فيها من السجن كانت من 5 سنين. اللي لفت نظري بقى يا باشا ان الواد ده من ساعه ما خرج لحد دلوقتي ملفه ابيض وما فيهوش اي غلطه. كان مبطل ولا ما عرفتش تمسكوه؟ لا يا باشا. فترة المراقبة اللي كانت عليه بتقول انه بطل سرقة واشتغل في محل كمبيوتر. محل كمبيوتر؟ ايوه، محلات تجميع الاجهزة اللي موجودة في كل حتة دي. ده اللي اختاره على الفرازة. حرامي شوية وبيشتغل في تجميع اجهزة الكمبيوتر. يعني داخل يدور على فلاشة. على حاجة هو بيفهم فيها. انت عارف ده معناه ايه يا حازم؟ اللي اختار الواد ده عارف تاريخه كله. يعني كان عنده الملف اللي عندك في الداخلية. اختاره من جوه ملفات الداخلية. افتكر كلامي اللي قلته لك كويس يا حازم. عن اذنكم. الراجل عنده حق. روح شوف شغلك يا حسين. يلا يا حسين. يلا. يلا جبت لنا الكلام. خلاص يا بيبي، حددي انت الميعاد. ما احنا لو سننا الظروف تتحسن يبقى عمرنا ما هنتقابل ابدا. طيب يا بيبي انا مضطر اقفل معاك معلش. هخلص واكلمك. لا مش زي كل مره بقى بيكلميني. ها يلا باي باي. ادم اتعشى ونام يا مستر طارق. الولد حالته مش بتقدم خالص. ازاي بس يا مستر طارق؟ ادم دلوقتي بقى يعرف يعمل حوار مفهوم وبيتكلم كويس. الاول ما كانش بيقول كلمتين على بعض. الدكتور قال لي المفروض يدخل المدرسه السنه الجايه، بس اللي شايفه قدامي ده ما ينفعش في مدرسه اصلا. ما هو من الافضل يا فندم انه يدخل مدرسه مناسبه للحاله بتاعته. في مدارس كتير متخصصه في حالات التوحد دي بتجيب نتائج هايله. يا سلام، وانا جايبه المركز بتاعك اللي بياخد فلوس قد كده ليه؟ ما كنت اخليه يكمل مع الدكتور القديم. ابني لا يمكن يدخل مدرسه تنميه فكريه ابدا. يا مستر طارق انا قصدي ان في مدارس متخصصه في حالات التوحد، وانا كده كده بنفذ تعليمات الدكتور، ولو هو شايف انه ينفع يدخل مدرسه عاديه اكيد هيوافق. لما المدرسه توافق اصلا. انا هبقى عند حضرتك الساعه 8 الصبح. اتكل على الله. مع السلامه. يمشي من هنا على طول. انا خلاص ما بقتش قادره اقعد في الفيلا دي دقيقه ثانيه واحده. بس ما تعيطيش.
ايه يا يحيى؟ مفيش جديد؟ لا مفيش. طب هم هيخلصوا امتى؟ أستاذ طاهر كان متعود يحتفظ بأكتر من نسخة من نفس الكتاب. بيبقى دايما في نسخة هنا في البيت والنسخة التانية بتبقى في الدار، بس عمره ما ساب هنا نسختين يعني. بنحاول نساعد. من فضلك انت كده بتبوظ الشغل بتاعي. والله انا اسف. اتفضل كمل شغلك. مش عارف اجيلك النهارده يا حياتي. انا كنت عامل حسابي اخلص شغل وافوت عليكي، ما كانش حد هياخد باله في البيت. الليله شكلها مطوله هنا، معلش. عارف ان احنا بقالنا كتير ما شفناش بعض، بس والله مش بايدي. بقول لك ايه، اسالي على بابا عشان تعبان شويه. ايه، كلمتيه؟ بجد سالت عليه؟ والله انت حبيبتي. بكش ايه؟ والله حبيبتي بجد. ماشي ماشي، يلا تصبح على خير. بقول لك انا سهران، لو عايزه تكلميني في اي وقت تكلميني. ماشي، بحبك. باي باي. تحب اساعدك؟ سوري ما اقصدش. لا يا حبيبتي، انا بس اتخضيت. انتي ايه اللي ما نمكيش لحد دلوقتي؟ مش جايلي نوم. انتي مش بتحطي ملمع؟ ملمع؟ ملمع للغسالة، ما هو ده اللي بيلمع الأطباق وما يخليهاش تغير. بس لو ما عندكيش ملمع ممكن تجيبي خل لحد ما تجيبي ملمع. انتي عرفتي الحاجات دي منين؟ ماما. الله يرحمها. وانت ليه مش بتجيبي حد يساعدك في البيت؟ واحدة تنظف لك، تطبخ لك، أظن انت محتاجة ده. لا بصراحة أنا اللي مش عاوزة. بصي عيطن، انت ممكن تبصي على البيت تلاقيه منعكس ومكركب ومفيش حاجة مترتبة يعني، بس أنا حافظة مكان كل حاجة. مش ناقصة بقى واحدة تيجي تشقلب لي البيت يعني. وبيني وبينك أنا بحب أعيش لوحدي. لا أنا ما أقصدكيش أكيد، أنا أقصد لو هجيب شغالة تساعدني. أوكي فاهم. طيب تحبي اعيد الغسله وازود خل لحد ما تجيبي ملمع؟ ماشي. فين الخل؟ في الدولاب اللي هناك ده.
عملت كده ليه؟ علشان مش مستريح. في حاجة بتحصل في التحقيقات اللي بيعملوها مش مريحاني. ولحد ما افهم فيه ايه مش عايز مخلوق يعرف ان انا لقيت الفلاشة دي. بس انا لازم اعرف فيها ايه. اول ما افتحها اقول لك اللي فيها. تقول لي ده ايه؟ الفلاشة دي ممكن يكون بابي مات بسببها. انا مش هسيبك تفتحها لوحدك. سلمى انا مستحيل اعمل اي حاجة تضر الاستاذ طاهر الله يرحمه. واللي كان عايزه سر هيفضل سر. يحيى انت قلت لي في عزا بابي ان انا وانت في مركب واحدة. انت ليه عايز تسيبني وتمشي؟ عايزة ايه دلوقتي؟ مادام انت بتقول ان في حاجه في التحقيقات مش مريحاك انا هصدقك في اللي انت بتقوله. بس انت كمان لازم تريحني. خليك مستنينا لحد ما يمشوا وبعدين انا وانت وماما نطلع على شقتنا القديمه وهناك نبقى نفتح البلاشه سوا. وايه اللي هيودينا شقتكم القديمه؟ عشان انا وماما مش قادرين نقعد هنا خصوصا بعد اللي حصل. هنروح هناك في شقتنا القديمه. حاضر اتفقنا. خلاص قتل فلاشة. لازم اضمن انك مش هتسيبني وتمشي. الثقة دي المفروض تبقى متبادلة. للأسف يا فندم ما لناش أي حاجة ممكن تفيدنا. هو الحرامي ده كان بيدور على إيه بالظبط؟ ما تدوره تاني. إحنا قلبنا الفيلا كلها وخصوصا المكتب. أول مرة لما رفعنا البصمات بعد جريمة القتل ودي تاني مرة بنشتغل فيها. تمام. ندور في الدار تاني. ساكت يا ما عنديش حاجه اقولها. صباح الخير يا احلى بابي في الدنيا. صباح الخير يا حبيبتي. حازم كلمك؟ صحيت لقيت ميز ديكول منه بس ما رضيتش اطلبه، قلت اكيد نايم. لا هو مش فوق. بقيت في شغل من امبارح. صحيح يا بابي، هو ايه حكايه الشغل اللي بينك وبين حازم؟ عايز تعرفي ليه؟ لا ابدا، بس اصلي اول مره اشوفك بتطلب منه شغل. ده مش شغل يا حبيبتي، ده واحد صاحبي كان طالب مني خدمه وحازم بيخلصها. حاجه ليها علاقه بقضيه يحيى صاحبه؟ لا. تمام. شكرا يا يحيى، تعبناك معانا. لا انا مش تعبان. اتفضل يا يحيى اتفضل. انا ثواني بقى. عايزه مني ايه؟ مش هتبطلي زن يا الهام. يا ستي عايزاه في شغل وخلاص. لا مراته كانت زياره مكمله للشغل. انت عايزه تعرفي صح؟ اوكي هحكي لك بس بشرط. اولا تيجي البيت عشان احكي لك. ثانيا الكلام اللي هحكيه لك اوعي حد يعرفه يا الهام. اوكي مستنياكي في البيت. باي. تعال نهضم. حكيتي لماما؟ لا
قلت لها انك عاوز تتكلم معايا بخصوص ايضا. كويس. اي هتفتح ايه؟ ده بالنهار. شغال الفيديو التالت كده؟ ده تقريبا الوقت اللي انا جيت بعربيتي فيه. جري شويه لحد ما عربيتي توصل. استني. ده كان تحت العربيه. نزل امتى؟ استني كده هعمل زوم. هنا لما العربيه وقفت جنب عربيتي ونزل بسرعه وركب القنبلة. بس هوصل له. نكمل نشوف آخر الفيديو؟ ماشي. مين الراجل ده؟ ده تقريبا الراجل اللي الاستاذ طاهر ما كانش عايز حد يشوفه. بس انا عمري ما شفته قبل كده. الراجل ده دخل البيت وشكله عارف المكان كويس، يعني جه عندكم قبل كده. انا مش فاهمه، هو جاي في ميعاد غريب جدا. احنا بنكون نايمين في الوقت ده، وبابا عمره ما استقبل ناس في الميعاد ده. الساعه 3 الفجر. خلينا نمشي خطوه خطوه. اوصل بس لصاحب العربيه وبعد كده نشوف حكايه الراجل ده ايه. ده لو انت عايزه تكشفي السر اللي كان استاذ طاهر الله يرحمه مخبيه علينا كلنا. مش عارفه يا يحيى، سيبني افكر. اخدت اللي انت عايزه؟ تمام. ايوه صالح، اقول لك ايه؟ هبعت لك نمرة عربية وعايزك تشوف لي الملف بتاعها. اه. يلا مع السلامة. ده انتي طلعتي مباحث وانا معرفش، عشان تبقي تخافي مني بعد كده. بس انتي بقى متأكدة انه لما هياخد الفلوس مش هيقول لك امك في العش ولا طارت؟ طب يجرب يعملها. وانا هخرب بيت امه. صدقي بقى وانا عايزاه يغلط، اصل انا بتلكك له ومش طايقاه اصلا. طب وبتتلككي له ليه؟ ان كان هو بيعمل لك خدمه. عشان هو سافل، عمل حركه ضايقتني المره اللي فاتت. عمل ايه؟ تصوري وانا ماشيه وبسلم عليه يبوس ايدي. هو انت اول مره حد يبوس ايدك؟ يا ستي لا، بس ده بسها بطريقه مقتحمه وسافله، وكنت عايزه اديله بالقلم على وشه. انت بس اللي نسيتي طعم الرجاله. يا ستي ولا ليهم طعم ولا لون. عايزه اقول لك قلتهم احسن. طب قولي لي يا نهى، انت ما فكرتيش ليه تتجوزي مع انك صغيره وحلوه؟ انا اتجوز؟ انا ناقصه قيود؟ انا عندي منهم اتنين، شهاب في البيت ويحيى في الشركه، اروح منهم فين؟ بس الاولاني ابنك والتاني ابن جوزك. بس في الاول وفي الاخر رجاله. طب انت ما فكرتيش كده بعد ما جوزك مات تلعبي بديلك؟ حاولت. هاتي البتاعه دي. حاولت يا الهام. ما بعرفش، بروح اتعشى ويركبني 100 عفريت وبعد كده اركب عربيتي واجري اروح. وطبعا العشاء ده بيبقى وراه مصلحه. طبعا يا إلهام، ابتديتي تفهميني اكتر من اللازم وكده خطر يا إلهام. يا عمي انا ما قلتش حاجه لرانيا، ما انت عارفها بتقول اي كلام. لا القضيه انا شغال عليها، انا مش ساكت وانت عارف. بعد موت الراجل ده ما فيش اي جديد. لا لا خالص خالص. لا انا عندي شغل في المكتب. يا عمي ما انت عارف الشغل، انا هعمل ايه يعني؟ هقطع نفسي؟ طيب هخلص اللي ورايا واجي لك بالله احكي لك على كل التفاصيل. ماشي؟ يلا سلام يا عمي. سلام. طبعا نسيت مفتاح البيت في العربيه كالعاده. طب اعمل ايه يا حبيبتي؟ الشو نساني. الشو يا ناس. طب اتفضل يا بتاع الشو. معقول يا حازم؟
اسبوع بحالي، ما ترفعش سماعه التليفون وتسال عليا. اعمل ايه يا حبيبتي؟ مطحون في الشغل، احكي لك على الهم اللي انا فيه. وانت جاي بعد الغيبه دي عشان تشيلني الهم كمان؟ الهم وش اخرى يا حبيبتي، معقوله برضه؟ طول عمرك سافر.